نور الاستديو طبعا بوجود زميلتنا رواد خليفة. اهلا وسهلا وفقره نيوز فيد. اول مره بطلع معك انا رواد. رواد من الشخصيات كثير بحبها بالتلفزيون، انها فرايحيه دائما بتاكد انه كل حدا اموره تمام، فكثير مبسوطين انك معنا اليوم، ان شاء الله تكون حلقه حلوه. عندكم ساعتين تتخوتوا علي انتوا الاثنين. طب ليش كله مجاملات هذا كان؟ طب ليه تفضح حالك يعني؟ لانه هلا بدي اتحداكم تعملوا شيء انتوا الاثنين. احنا الاثنين؟ انتوا الاثنين وممنوع تحكوا لا، رح تحكوا لا. خلينا نشوف. اول لازم نحضر فيديو. اوكي. عن الليمبو دانس عشان تشوفوا هاي البنت ايش عملت، شيء غريب كثير. She's so flexible. احنا ما خلصناش من الكيكي، طلع فيه ليمبو دانس تشالنج. ليمبو دانس هذا شيء قديم من انت من زمان، انت مش سامع فيه هلا. جد؟ اوكي. هلا بس تشوفه بتعرف. شوف الليمبو دانس. يلا. يعني انا الباب العادي الطبيعي بدخله وانا واقف وماشي على رجلي واموري تمام، يا دوب يعني الواحد لانك طويل. يا عمي انا اصغر منه وبرضه لا. يعني هذا التحدي بتعمليه لما ايه تكون بالحلقه مش انا. حرام ايه. هي كبيره الايه. طب ودافع عن حقوق المراه القصيره مسكينه. اوكي سوي لكم اياكم تعملوا الليمبو دانس. مصطفى بضل نحكي له مصطفى طارق. مين طارق؟ ايش طارق دخلنا على التلفزيون واحتفلنا بعيد ميلاد ناديه مصطفى، بس لنا ساعه الحلقه عن الاسامي وتغيير الاسامي. ويا ارواد طارق بليز اعطينا العصايه، اعطيها ليزيد. انا مش رح اعمل اي تحدي، انا احطك بالصوره وعلقك. اوف. انا ومغربي هلا رح نوقف. لا 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 لا. نمسك العصاي. لا لا. ما بوقف. ابشري انا بمسك لك العصاي. انا بمسك لكم. انت انزل زي هيك تحت ورح نعزف الميزة. طب اسمعي بنعملها بالبريك، شو رأيك؟ عشان نتدرب عليها. ما عندي مانع. مؤيد. يلا هي هاي جنبي حبيبتي العصاي. ولا اللي بعلع عنها او بطعميكم قتله بالعصاي. خلص اتفقنا ناكل قتله في العصاي. انا ماشي. اوكي من هلا يعني انا بختار هذا الشيء. ناكل ضربه في العصاي. ماشي. ولا انزل زي هيك، احنا بنعرف ننزل. طب ايش في اخبار ثانيه ارواد غير اخبار ثانيه؟ اخبار التكنولوجيا. بتعرف ايلون ماسك السي او تبع هلا هاي الاخبار الحلوه تبع ليمبو دانس وبيمبو دانس يس سبيس اكس اند تسلا. سياره احلامي. هو حامل هم الدنيا كله على كتافه مسكين، لانه حرام بتعب نياله هو. anyway عمل انترفيو هذا الاسبوع وحكى عم بحذرنا احنا البشر اللي ما بنتعلم من دروسنا، عم بحذرنا انه الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي. شكرا. الذكاء مع بعض كانكم حافظين. الذكاء الاصطناعي انه هو كثير خطر للبشريه وراح يقضي علينا اخرته، فبحكي انه لازم هلا احنا نعمل كنترول من هلا، لانه اذا ما عملنا هيك المشينز هدول كثير اذكياء. بعرفش انتم ايش رايكم بهذا الموضوع؟ ما بتحسي انه في تناقض شوي؟ لانه ايلون ماسك من الناس اللي عرفوا كيف يستغلوا الذكاء الاصطناعي. وبس عرف يستغلوا، عرف قد ايه خطورته كبيره. لا هو عرف من زمان حدا مني. طب بس صار هلا عم بحذر. بيعمل سبيس اكس. سبحان الله. طب بس هلا قاعد عم بحذرنا منه. اوكي. هلا شوفي بشكل عام موضوع الارتفيشال انتليجنس ممكن يوصل لمرحله لا يمكن السيطره عليها. يعني اوريدي هلا في تو كمبيوترز موجودين في العالم بيحكوا مع بعض تبعون فيسبوك بالضبط، بس احنا ما كناش حابين نحكي الاسم، مش مشكله. بيحكوا مع بعض وفي يعني ما بنعرف احنا فعليا طريقه التواصل اللي بيحكوا فيها مع بعض. يا لانهم اخترعوا لغه خصوصا لهم بالضبط، وصاروا يحكوا مع بعض واحنا مش عارفين ايش اللي عم بيحكوا عنه. وفي كمبيوتر ثاني لشركه ثانيه ما راح احكي اسمها برضه بما انك حزتني هلا. اخترع شعر واحنا مش فاهمين ايش هو الشعر اللي عم بحكي. فتخيل اذا الكمبيوترز الارتفيشال انتليجنس اكتشفوا انه احنا كل شيء بالحياه بنتحكم فيه بالانترنت وهيك موصول ببعض، رح يجيب اخرتنا. مزبوط. يعني اللي اجت اخرتنا بدون الذكاء، يعني السوشيال ميديا لحالها جابت لنا التايه، فما بالك لا استنى يا بس السوشيال ميديا للسوشيال ميديا غلط. اللي جاب لنا التايه بس السوشيال ميديا كسوشيال ميديا هي تول. والارتفيشال انتليجنس كارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي هو تول، يعني اداه احنا بنعرف نسخرها للايجابي ساعدتنا بالحياه يعني السلبي بالضبط. يعني هلا برضه هذيك المره كنا نحكي عن السيارات اللي فيها الخاصيه تبعت انها تسوق لحالها بالضبط ذهيه القياده. هذا طبعا شيء يخدم البشريه، بس احنا ممكن نوصل لمرحله نخليه كارثه على البشريه. صح كارثه. وليش كمان؟ لانه احنا رح يبدلونا. تخيل انه احنا ما يحتاجون. يعني هلا في هوتيل باليابان بس كله روبوتس ما فيه انسان طبيعي. تخيل نجيب مذيعه بدل ارواد يوم الخميس. ممكن ارواد. ايش الخبر الثالث؟ مرحبا فيكم.
عن جد يا تخيل ايش ايش الخبر الثاني؟ لا انا بس الثالث هلا صدق. اوكي هلا بدي احكي عن شيء هلا في شيء في فيديو بس ما حطينا ما رح نحضره. لوكال نيوز بعمان هذا الاسبوع صوروا حدا ما بعرف اذا في بتعرفوا هاي النافوره عند الدوار الثالث في حدا شرح اوعي وقاعد يسبح فيها يا بيي حلو منظر حدا قدام بعرف انه الدنيا شوب بس كل الناس قعدوا اوكي في ناس قعدوا يتخوتوا عليه انه كيف انت عم تشلح وبتسبح بالنافوره بنص العالم في ناس بيحكوا انه عنده داون سيندروم بعرفش ايش اسمه متلازمة داون شكرا يا هذا فبيحكوا انه حرام عليكم تصوروا هذا الشخص تتخوتوا عليه وتتمسخروا عليه وهو مسكين بدون ما تعرفوا ايش قصته يعني هذا الشخص احكي رأي غريب شوي احكي رأيك لاني بدي اعرف انتوا ايش رأيكم اذا عيب نقعد نصور ونشهر بالعالم والناس انا مش شايف اصلا في تشهير في الموضوع صراحة اذا بتروحي مثلا على ايطاليا على سبيل المثال في واحدة من النوافير ممكن تنزل فيها ممكن ترمي مصاري فيها بس لانه احنا المايند سيت تبعتنا عقليتنا ما داموا بايطاليا فهذا شيء كول صار عادي بس لما يجي مواطن اردني ينزل بنافوره على الدوار انا مالي وماله يعني هلا لازم كلنا نصير ايطاليا كول ننزل بدنا وفير ما شيء غير منافي للاخلاق ما عمالي بعمل شيء غلط خلص ما في مشكله انا بالنسبه لي عادي بالنسبه لي بس احنا مشكلتنا مثلا بتروح على باريس في بريدج بحطوا فيه قفل اللوك تبعه وبسكروا عليه لو صار عندنا بصير شيء بدعه وتخويف وهالقصص صار عندنا بس مش على مجال انه بريدج يصير معروف عالميا احنا بس عندنا على حيطه بالبوليفارد بالضبط قفل ابو الربع ليره اللي بفك ايد بس يعني احنا لساتنا بنعطي عذر للاشياء اللي بتصير برا وبنشوفها كول وحلوه بس اذا عملناها عندنا بصير منافق الأخلاق وعيب وكيف تصوره خليه ينزل بالنافورة يعني بغض النظر معاه مش معاه مبسوط مش مبسوط كاين شامم أي إشي يعني هو حر إحنا عندنا مشكلة بأنه إحنا بنتدخل بحياة الناس أنا ما بروح على نافورة الحمد لله بجوز أقدر أروح أبورد بمكان تاني بس هو فعليا بجوز كان يوم كتير طويل تعبان وما فيش مكان روح يمكن له يمكن عامل ببورد. هو يكون أصلا بالضبط فحرام دائما نطلق الأحكام بس أكيد مش شيء انا ممكن اعمله بس بنفس الوقت ما بنقدر نحكم على الناس مجرد شيء انا ما بعمله فمعناته هو ما لازم وغلط. يعمله بالضبط مزبوط شكرا ارواد عفوا لك شكرا ارواد عصايتك هلا ان شاء الله بعد ما نطلع فاصل بعطيك اياها والدربي بالدار عليها جايب اثنين ثلاثه فنانين والله مشكله احنا تبغون ننزل تحت عصا لا بس ابيض اليوم بعدين انت فاهمه ابيض لا انا بلدنا استحمل ابيض اللي حجه بطل اللي حجه بطل اللي حجه